تحدي انطلاقة موافقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم 16 من الجيادة العربية الأصيلة لإنتاج محلي تشارك صدارة جميلة وقوية للجواد ريم الشهبان بخيط سعد تويم المري ومحاولة لخطف الصدارة سحاب النايف سلطان أحمد جابر الجابر خطوة بخطوة ومربط جريان إيجيس فراع يحاول لخطف الصدارة والصدارة جميلة وقوية والثلاثية مع الجواد شاهدناه في الصدارة الجواد سحاب النايف في وضع جميل ومن الجهة الخارجية نشاهد ريما الشهبان من الجهة الداخلية سيد بخيت سعيد تويم المري محاولة للتقدم سيرة النايف وهناك أيضا دلايك النايف والشعار الأخضر والبرتغالي أثير من الجهة الخارجية والسابق يحاول في الترتيب الرابع ولا تزال الصدارة مع الجواد ريما الشهبان بخيت سعيد تويم المري الجياد في نقطة ومسافة الألف متر سحب النايف من وسط الجهاد خطوة بخطوة من الجهة الخارجية هناك الجواد فراع والكسادة مربط جريان وسليم غلام ومن الجهة الخارجية نشاهد الجواد سيرة النايف الشيخ عبد الله بن ناصر الأحمد الثاني والمنعطف ما قبل الأخير والصدارة لا تزال مع الجواد ريمة الشهبان وسحاب النايف يحاول في التقدم ويحاول في اللحاق وخطوة بخطوة والجياد هناك بعض الجياد من الجهة الخلفية محاولة من الجواد زعفران في الترتيب السادس وهناك الجواد مواش سيد سيف طاحوس النعيمي والمنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية سحاب النايف من وسط الجهات رجع بسيط للجواد ريم الشهبان من الجهة الداخلية والموج الأزرق مواش سيد سيف حسن طاحوس النعيمي وجيرالد أفرنج من الجهة الخارجية ومحاولة من وسط الجياد والصدارة جميلة مواش والجواد دلايك النايف ولكن مواش زهير محسن جيرالد أفرنج سيف طاحوس سيف الجفال النعيمي ونتائج الشوط الثالث أعزائي الجمهور والحضور الكريم جاء في المركز الأول جواد مواش ملك سيد سيف طاحوس سيف الجفال النعيمي والمدرب زهير محسن الخيال جيرالد أفرنج مبروك الترتيب الثاني الجواد رقم 7 دلايك النايف ملك الشيخ عبد الله بن ناصر الأحمد الثاني والخيال مارفن سورلاند في الترتيب الثالث الجواد رقم 11 السابق ملك سيد مبارك سيد الجفال النعيمي والخيال دارين ويليامز في الترتيب الرابع الجواد رقم 15 سابق ملك سيد جاسم بن علي بن محمد العطية والخيال معتصم البلوش في الترتيب الخامس الجواد رقم 9 ثابت ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والخيار ريتشارد مولين ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ أعزائي الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة ما تبقى من السباق